وقع بانه قال لك جا واحد السيد هنايا وقال لك اي واحد تهضر معاه ولا اي وحده تهضر معاها تشغيب ولا تشولي دير شي تصرفات غريبه شويه ولا تنوض صداع بين التلاميذ. وقال لك دخل حتى المؤسسه بالاخبار المدير ولا الحارس العام ودخل حتى القاسم. وفاش دخل القاسم غيب القاسم كامل والاستاذه ناضت بغات تشد الظرف التلاميذ لقيت اللي خرج هو عباش فاقوا وكاين اللي ما قدرش يفاق. مشى واحد جا شخنا شثروا ضربوا واحد راجل وبقى كيقول لهم شي هضره وكيكتب لهم في الحيط بقى كيقرا عليهم سيروا مشاو من راس بقوا كيغوشوا وكيسخفوا الساد وداكشي اللي كيسمع الغوت هو كيسخف. سيروا ما عرفتش بقى كيقمشوا في راسهم كينتفوا في راسهم صافي. سيد ما كاينش حتى مخدرات قالوا سيد ما كاينش حتى مخدرات ما كاينش الساد. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.